السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1 رمضان اليوم المصادف بالميلادي 11/3/2024، فهذا تمرين لليوم الأول، عبارة عن تدريب تخصصي للمهاجمين. أشرح الفعالية وأسأل عليها سؤال. لاحظ كيف موزعين لاعبين، يعني عندي الأربعة، عندي لاعبين الوسط، أتوب كرات بالوسط، وتشوفكم مدافعين 5 و4 و2 و3 ينتظرون عشان يبدلون بعد كل محاولة 4 و5 وهكذا. يعني التمرين بسيط، لكن أنا أقول لما أنا أقول ابدأ، اللاعبين يركضون باتجاه منطقة الجزاء، انتبه عليه. كل لاعب يركض باتجاه منطقة بأي يعني بزاوية غير زاوية باللي يعجبه. ونفس الشيء المدافعين 4 و5. المدافعين 4 و5 ملزمين لما ال10 وال9 يركضون يروحون باتجاههم عشان يعني يمنعوهم. لكن ما في كرة، اللاعب 6 ما لعب كرة، ينتظر حدث ايش يصير. لما اعطي الاشارة جو، اللاعبين يركضون ثم لمسافة معينة يبلغون بها اللاعبين انه لا تزيد عن 10 ياردات مع 10 ياردات، لان هذا التمرين يصير بمنطقتين جزاء، يعني اللاعبين الصف هذا الواقف المهاجم كله على بعد 20 ياردة تقريبا، فيكون هناك ما يعرف ركض باتجاه منطقة الجزاء، ومن ثم مباشرة تغيير اتجاه الركض باتجاه خط الوسط، يعني باتجاه الدائرة الوسط، يعني عكس اتجاه منطقة الجزاء أو عكس اتجاه الهدف، فيصير ركض بزاوية. شوف رقم 1، مدرب قال ابدأ، شوف 1 1 1 1 كله عبارة عن ركض زاوية باتجاه الهدف، ثم الرجوع باتجاه اللاعب رقم 6 في أي يعني بالفراغ، فابدأ يركض زاوية بمن في ذلك المدافع، ومن يرجعون اللاعبين 6 يختار لاعب، أما 9 أو 10 إذا لعب إلى 10 إيش يعمل؟ 10 تشوفه رأسا يلعب مباشرة إلى منطقة الجناح إلى اللاعب رقم 11 رأسا، لأن اللاعب رقم 11 راح يكون انطلق وحصل على الكرة. الآن الكل تهاجم، اللي يهاجمون هم 10 و6 و9 و7 تحت ضغط المدافعين 4 و5. ممتاز. واحد من التمارين اللي بي هذا الركض الزاوي المهم اللي يحدث عندما المدربين المتقدمين يعلمون لاعبيهم على مبدأ مهم في كرة القدم في هاي المنطقة، يسمى checking your running. انتبه عليه، checking your running، يعني انت تركض باتجاه مباشرة تغير بالاتجاه المعاكس، من اجل اولا استحداث الفراغ، وثانيا الاهم التخلص من المدافع الماركر، فيسموه lose your marker، يلا يخلص من عنده، تحتاج انت فراغ. لذلك حركة 10 و9 و11 وبها غاية تكتيكية، 7 غاية تكتيكية هي ذني الثنين checking your running، ممتازة لاستحداث الفراغ وللتخلص من المنافسة على الأقل. المنافس ما راح يتركك، على الأقل تتخلص منه لمسافة ياردة أو ياردة ونص، والكل تركض. ثم اللاعب رقم 11 احنا الكرة عكسي، وعندنا كم لاعب؟ عندي 10 بالجزاء
وعندي 9 بالجزائر وعندي 7 بالجزائر وعندي 6 خارج منطقة الجزاء كلاعب ساند للمهاجمين. فيكون التمرين على مستوى عالي، أنا بجربه طبعا هذا، ثم من اليسار ثم من اليمين ثم من اليسار. ما يصير تغير في مراكز اللاعبين، اللاعبين يقوم في مراكزهم. ثم تأخذ فترة تكرارات ثم تدخل اللاعبين. طبعا اللاعبين بعد كل تكرار المدافعين يغيرون، هذا تمرين ما بيركض ترجع، هذا التمرين بعد أن تلعب الكرة العكسية يرجعون اللاعبين بهرولة بسيطة المكان هذا 120 يارد بس، هرولة حاضر أدير على اليمين أدير على اليسار، بدينا يسار يمين يسار يمين يسار يمين، يكفي يكفي. الآن أدخل المدافعين 2 و3 على مستوى المدافعين 4 و5، فيصير عندي 4 ضد 4 والستة أو الثمانية يعني بدلون الستة والثمانية يصير يعني 5 ضد 4. فانتاسي نفس الفعالية، ابدي الكل تركض الثمانية يركضون، لكن الآن الركض أيش صار؟ لما الدعش يركض السبعة يركض، الاثنين والثلاثة كذلك يركضون، لكن يركضون من أجل متابعة الجناحين، وإحنا قلنا 4 و5 يتابعون المهاجمين المركزيين، ومباشرة يصير ما يعرف بال checking your running، مثل الواحد في العامية نقول يعني يغير الاتجاه بزاوية حادة، هذا يسموه في كرة القدم المصطلح checking your running، مهم مهم جدا في هذه المنطقة وفيما يعرف بالثلث الهجومي وفيما يعرف بمنطقة الأجنحة والمهاجمين المركزيين وفيما يعرف بمرحلة من مراحل الهجوم. هو السؤال راح يكون عن ما أسألية محاولة محاولتين 3 4 5 6 8 محاولات يكفي. هذه واحدة من الفعاليات التدريبية اللي في أول يوم رمضان أنصح بها نصيحة كبيرة للمدربين المتقدمين والفرق المتقدمة، أن يعلمون لاعبيهم على هذا الفعل اللي حفظه أنت يسموه checking، شلون أنت تشيك شيء، تشيك السيارة، تشيك هذا، فاحفظها checking your running. إذا قريتها في أنت وما عرفت شنو checking، هو التغيير المفاجئ في الركض من الأمام للخلف أو للخلف ثم للأمام، ذنيا الركضتين يجب أن تدرب بوجود المدافعين والكرات. ابدأ بدون وجود مدافعين ثم بوجود مدافعين بالتسلسل 2 2 2 2 2 ثم 4 4 4 4 4 4. تكون أنت تعرفت على كيف تدرب، how to coach، مو الفعالية how to coach، ليش to coach. لكن السؤال الآن متمنيا لكم إفطارا شهيا بإذن الله تعالى ورمضانا طيبا، وتقبل الله من الجميع إن شاء الله، أن أنت تسأل نفسك ما هو الهدف الرئيسي من هذه الفعالية وما هي الأهداف الثانوية منها. اذكر الهدف الرئيسي واذكر 2 من 3 2 من الأهداف الثانوية، وأسأل الله لي ولكم صياما مقبولا إن شاء الله، ودائما وأبدا كل إنسان يصوم رمضان محظوظ، وهي نعمة من الباري عز وجل أن يكون الإنسان أنه يتابع رمضان بعد رمضان بعد رمضان بعد رمضان. فأحسن ما يمكن أن نقوله هو صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. مع السلامة، أنا موفق. شكرا جزيلا.